انا عارفه ان انت ليكي تواصل حلو قوي على السوشيال ميديا مع جمهورك، ولكن وانس لبستي مايو فجاه الناس كلها قامت على منا فضالي اكنها حاجه غريبه، يعني كان ايه بقى رد فعلك؟ والله انا ما بدقش قوي لان انا مش الوحيده بتلبس مايو في العالم، كل الناس تلبس مايو. وبعدين انت طبيعي قاعده على البحر هتلبسي ايه، خيمه مثلا؟ هتلبسي جلابيه؟ مش عارفه، انا ممثله هلبس مايو، هلبس قصير، هلبس مفتح، يعني المبسوط يشوفني كده اهلا وسهلا، مش حابب عادي ممكن ما يتابعش، موضوع بسيط يعني. ليه بتتصور وليه بتنزل صورتها بالبيكيني؟ انا حر، انا ست حرة اتصور زي ما انا عايز، ان شاء الله وانا قاعده في الحمام انا حر. انا ست براحتي اتصور زي ما انا عايزه، محدش لي عندي حاجه. بتردي على الانتقادات دي؟ طبعا برد، وانا بحب اتواصل عموما مع الناس حتى لو ناس بتغلط، يعني برد عليهم واشوف هما المشكله فين. في ناس بتعتذر على فكره، تقعد تقول احنا اسفين انت عندك حق، في ناس تبقى مور ذان اجريسيف شويه، يعني بروح بريح دماغي عن بلوك بقى وخلاص، نقاش معاهم صعب. امبارح كان فرح احمد فهمي وهنا الزاهد، تقول لهم ايه؟ قال لهم الف مبروك. منا الناس قالوا فرق السن بينهم كبير، ده ممكن يوتر العلاقه. منا فضلي ممكن تتجوز حد اكبر منها بسن كبير؟ يوه ما عنديش مشكلة، على حسب، أنا كنت هتجوز أكبر مني بكتير، بس يعني ده ملوش دعوة السن، المهم يبقى فيه تفاهم وفيه احترام، دي قبل أي شيء لازم يكون فيه احترام وفيه تفاهم، ده قبل أي شيء. السن ممكن مش شرط مشكلة. رقم، بصي السن ده رقم، رقم. أنا مش صغيرة، أنا عندي 35 سنة، فعادي ممكن أتجوز عندي واحد عنده 50 سنة 60 سنة ما عنديش مشكلة، بس المهم يبقى فيه تفاهم، يعني ما عنديش مشكلة. أكيد مش هاخد واحد عيل عنده 28 سنة، يعني ياخد واحد اصغر مني دي اخده اربيه بقى. ماشي. فرق في الافكار في الاهتمامات؟ لا بالعكس، بصي كل ما الست بتكبر وبتنضج وبتاخد واحد اكبر منها سنا بتاخدي خبرته، يعني بيبقى خلاص عقل، بيبقى خلاص شبع من الدنيا، فاهم، تعرفي تتعاملي معاه. لكن تاخدي حد صغير دي انت محتاجه تقعدي طول الوقت تتابعي، وانا ما عنديش طاقه بلع الجو ده. اللي بتحضري جديد الفتره؟ عندي ميني بار فيلم، وعندي طبعا ماكو بحضر له، خلاص هم بيصوروا، انا هبتدي اصور الاسبوع اللي جاي ده، لا اللي بعده ان شاء الله في الغردقه، بس انا شغلي اصلي مع مراد يلدرم التركي، فمستنيه ما يجي من تركيا. فكره الفوتو سيشن الجاي بتفكري تلبسي وتعملي تصوري؟ والله عندي كذا حد هتصور معاهم، انا لسه متصوره امبارح لابسه دريس احمر قصير كده، بس يعني لسه الصور لسه ما شفتهاش، مش عارفه شكلها ايه، بس الايام الجايه اكيد هيبقى عندي شويه افكار كتير مختلفه ان شاء الله. كلميني منى عن التاتو اللي في ظهرك ده، ايه بقى؟ قالوا 15 سنه. دولفين. 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 دولفين.